مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، واول فقراتنا فقره الصحافه. بيشرفنا النهارده في الاستوديو استاذ محمد طلعت الهواري، سكرتير تحرير بجريده المصري اليوم. صباح الخير استاذ محمد، ونهارك سعيد، والنهار مشاهدين ان شاء الله كله يبقى سعيد ان شاء الله. هنبدا باستعراض اهم اخبار النهارده. هنبدا من الوطن الصفحه الاولى، الرئاسه تتراجع وتدعو الاحزاب لبحث ازمه تحصين لجنه الانتخابات اليوم. المصري اليوم الصفحه الاولى، السيسي يؤجل استقالته لحين العودة من الإمارات. من الشروق الصفحة الأولى، الطرق تستنزف دماء المصريين. من الشروق الصفحة الثالثة، السيول تغرق 2385 فدانا في الصعيد وتطلق العقارب على قرى سوهاج. من المصري اليوم الصفحة الثالثة، الحكومة مشاكل الطاقة تستمر عامين وسنعتمد على الشمس والفحم. من الشروق الصفحة الثالثة، ضم جميع المساجد والزوايا للأوقاف خلال شهر. من الأهرام الصفحة الأولى، محلب يدرس توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين. ناخد أول خبر وهو من الوطن، الرئاسة تتراجع وتدعو الأحزاب لبحث أزمة تحصين لجنة الانتخابات اليوم. مؤسسة الرئاسة بتدعو الأحزاب السياسية اللي ليها ملاحظات على قانون الانتخابات الرئاسية اللي أصدره الرئيس عدلي منصور مؤخراً، علشان مناقشتهم في مجموعة من الملاحظات اللي أبدوها. كان أهم هذه الملاحظات هي فكرة أنه هناك تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، يمكن ده كان موجود في اللجنة العليا للانتخابات السابقة اللي أشرفت على انتخابات في 2012، وبالتالي ده كان مثار جدل كبير جدا. فإذا بالقانون الجديد يعني يقر أو يعني يشدد على مسألة أزمة تحصين لجنة الانتخابات، وبالتالي الأحزاب كان لها تحفظ شديد على هذه المادة. الأمر الآخر هو فكرة حزب زي حزب التجمع مثلا، بيقول أنت ستفرض 500 جنيه غرامة على المواطنين اللي هم لن يذهبوا للإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة، وهو في النهاية خالص يعني فكرة أن يذهب المواطن أو لا يذهب ده حقه الديمقراطي بيمارسه كيفما شاء، وبالتالي لا يمكنك أن تفرض مثل هذه الغرامة. ده من وجهة نظر حزب التجمع، كما أنه حتى إذا فرضت هذه الغرامة فكيف سوف تقوم ب يعني جمعها أو حصرها، وبالتالي هذا الأمر محل جدل كبير وسوف يكون على مائدة النقاش في الرئاسة اليوم. في كل الأحوال هو أمر محمود أن تقوم مؤسسة الرئاسة بدعوة الأحزاب المختلفة في هذا الأمر. حزب النور بنفسه حتى أثنى على ذلك وقال إن ده يعني خطوة ربما جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، وإن كان يجب فعلا على مؤسسة الرئاسة إنها تفتح المجال أكبر لنقاش أكبر مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة بشكل أوسع قبل إصدار هذا القانون. وإن كان ده تم، ولكن كان يفترض أنه ياخد وقت أكبر من كده ونقاشات أكبر من كده، وأن تؤخذ ملاحظات القوى السياسية والأحزاب في الاعتبار قبل إصدار هذا القانون. هذا القانون حتى واجه بعض الاعتراضات من جانب فقهاء قانونيين ودستوريين زي دكتور محمد نور فرحات، فقيه قانوني زي الأستاذ عصام الإسلامبولي، حتى بعض نواب رئيس مجلس الدولة الذين تحفظوا أيضا على هذا القانون، وبالتالي أصبح لزاما على رئاسة الجمهورية أن تتخذ هذه الخطوة بأن يكون هناك نقاشا حقيقيا على مستوى الأحزاب السياسية وعلى مستوى الفقهاء والدستوريين، وإلا أصبح هذا القانون وأصبح الانتخابات المقبلة مهددة بالبطلان وعدم الدستورية. ناخد الخبر الثاني من المصري اليوم، السيسي يؤجل استقالته لحين العودة من الإمارات. يعني احنا شفنا امبارح المشير عبد الفتاح السيسي نائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحه في زياره الى ابو ظبي يعني دعم التعاون بين البلدين بين مصر والامارات في المجال الاقتصادي والعسكري وللاشراف على المناورات المصريه الاماراتيه المشتركه زائد واحد. يعني احنا بقالنا فتره بنسمع ما يعتقد ان هو تسريبات من مصادر مختلفه سواء في مؤسسه الرئاسه او غيرها من المؤسسات تقول بان المشير السيسي سوف يتقدم باستقالته، كان يفترض ان يكون ذلك بالامس بحسب هذه التسريبات، ثم فاجأ المشير السيسي الجميع وسافر الى ابو ظبي. فاذا بمصادر اخرى تقول لا، ده هو لما يرجع ان شاء الله من الامارات سوف يعلن استقالته. في ظني أن مسألة وأنا شددت على ده وهقوله مرة تانية الحقيقة، هو فكرة الحديث بلسان المشير السيسي
هذا أمر غاية في الخطورة. الأمر الآخر أن الوحيد الذي يستطيع حسم كل هذا الجدل بمسألة الترشح من عدم الترشح هو المشير السيسي. يمكن شفنا في خلال الأيام القليلة الماضية أن المشير السيسي أطلق من خلال القوات المسلحة حملة لبناء 1,000,000 وحدة سكنية للشباب محدودي الدخل برضو بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية. البعض بيقول أن هذه الزيارة ربما تكون من أجل ذلك من الدعم الاقتصادي لمصر من جانب الإمارات. شفنا كمان لقاء مع وفد من الفلاحين من نقابة الفلاحين، شفنا لقاء مع مبعوث الرئيس السنغالي. إذن هناك نشاط مكثف بيقوم به المشير السيسي قبل سفره إلى أبو ظبي، ربما هو ما يعطي الإيحاء لكثير من المحللين وكثير من المصادر بأن ذلك ربما تهيئة للأوضاع قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة. كل ذلك كما قلت من باب التكهنات، لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك سوى المشير عبد الفتاح السيسي نفسه. ناخذ الخبر الثالث من الشروق الصفحة الأولى، الطرق تستنزف دماء المصريين. يعني اللي يعرفني كويس يعرف ان انا بدرب شويه في مجال الصحافه، يمكن بقالي حوالي من 5 لـ7 سنين، فدايما مشكلتنا في الصحافه هي البحث عن زاويه جديده لتناول الموضوعات، وبعمل دايما رهان مع الزملاء اللي احنا بنتدرب مع بعض، هي فكره والله تعالى نروح نجيب اعداد عشوائيه من اي صحيفه من اي زمن، من 1930 1940 1950، يعني اختار انت وشوف الموضوعات، فهتلاقي ان موضوعاتنا ومشاكلنا هي ما بتتحلش. عندنا مشكله في الطرق، عندنا مشكله في الصرف الصحي، عندنا مشكله في الصحه، يعني بتتطور مع تطور الامراض والفيروسات بمختلف الازمنه. وبالتالي انا ببقى حزين جدا لما بقى يعني ابقى في سنه 2014 واقرا اخبار الطرق والحوادث بتاعه الطرق وكتيره جدا، يعني كل يوم في كميه حوادث رهيبه كبيره جدا، بتقدر يمكن ب 16,000 حادثه في السنه، ده رقم كبير جدا. وبالتالي هذا يؤثر على سمعة مصر دوليا، وهذا يؤثر على سمعة مصر فيما يتعلق مثلا بالسياحة، لأن حتى احنا شايفين ان معظم الحوادث اللي بتحصل في الفترة الأخيرة دايما بتكون ليها علاقة بأتوبيسات سياحية، ليها علاقة بمناطق سياحية في جنوب سيناء او في غيره. ولكن احنا امبارح كنا امام واقعتين محددتين، في حادثة حصلت في طريق السويس وحادثة اخرى حصلت في اسيوط، وشفنا القتلى في الحادثتين يمكن وصلوا الى 41 قتيل وحوالي 26 مصاب. المعاينة المبدئية اللي قامت بها النيابة قالت إن السبب هو السرعة الجنونية الزائدة زائد حالة الطرق نتيجة سوء الأحوال الجوية. ويمكن ده كمان مرتبط شوية بالخبر اللي بعده، ولكن فيما يتعلق بالطرق إحنا عندنا دراسات كثيرة جدا موجودة في الجامعات المصرية تتعلق بحالة الطرق. عندنا كمان شيء، يعني مش كفاية بس إن الطرق بتاعتنا مش كويسة للأسف، ولكن كمان هذا الوعي بال القيادة وسلوكيات القيادة ده غائب تماما عن الناس. احنا بنشوف حتى على الطريق الدائري هنا سواقين الميكروباصات والتوك توك وهم جايين عكس الاتجاه، و لا بيكتشفوش ان هو عكس الاتجاه كمان، بيعملوا يعني بسرعة جدا وبيطلعوا من الرصيف، وشايفين بتوع النقل مش كل، انا طبعا مش بعمم ولكن انا بقول الملاحظات اللي احنا بنشوفها يوميا في الشارع المصري. فإذا ما كانش فيه لدى المواطن أو قائد السيارة أيا ما كان نوع المركبة اللي هو بيقودها هذا الوعي بأن ذلك يشكل خطورة على حياته هو قبل أن يشكل خطورة على حياة الآخرين، وإذا لم يكن هناك رادع حقيقي، فيبقى احنا كده يعني بنستهلك وقت على الفاضي. لا يجب أن نرى مثل هذه الأخبار في صدارة صفحاتنا في سنة 2014. في دول أخرى إذا حدث مثل هذا الأمر ربما يطاح فيها. احنا عندنا كباري بتقع على الناس، ويعني عندنا حاجات يعني فظيعه بتحصل. ناخد من الشروق الصفحه الثالثه، سيول تغرق 2385 فدانا في الصعيد وتطلق العقارب على كره سوهاج. شفنا طبعا نزوح العديد من الكره بسبب السيول. نفس الموضوع اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان احنا يعني انا والله انا بخاف ان لو في حد من المشاهدين بيتابعنا طول الوقت وبيتابعني انا شخصيا طول الوقت يلاقيني كل شويه بتكلم على اداره الازمات هيزهقوا مني، بس معلش لازم. طب انا عايز اعرف الناس اللي حصل بقى يعني في بيوتهم وقعت، والناس اللي عندهم مشاكل دي لما ينزحوا بقى الى اماكن اخرى، ده مين هيقعدوا فين؟ مين هيستضيف؟ دي نقطه مهمه. انا ملاحظ في الخبر ان احنا بنتكلم على غرق 2385 فدان في الصعيد، تمام؟ الصعيد أصبح يعني خطر كبير جدا لازم ننتبه إليه. كل الرؤساء اللي جم على مصر كانوا بيتكلموا على تنمية الصعيد، كل الحكومات اللي جت على مصر كانت بتتكلم في تنمية الصعيد، وكنا بنشوف جولات بتحصل
بيبقى مدتها مثلا شهر بيقوم بيها مسؤولين لمدن في الصعيد. وأنا لا أنكر أن هناك افتتاح لبعض المشروعات وما إلى ذلك، ولكن ليس هذا هو كل شيء. أنت لازم يكون عندك تنمية حقيقية للصعيد، لازم يكون عندك تنمية حقيقية لسينا، لازم يكون عندك مشروعات وبتتنفذ، لكن بقت الموضوع موضوع شعارات. أنا عندي تنمية للصعيد، أنا عندي تنمية لسينا. الصعيد بيعاني من فقر وتهميش شديد جدا، وبيعاني من تدني خطير جدا في الخدمات، وفي بعض الأحيان وفي بعض الأماكن ما يكونش فيه خدمات أصلا. وبالتالي موضوع السيول ده هل هو شيء إحنا ما كناش عارفينه؟ هل إحنا صحينا فجأة لقينا إن في سيول حصلت وبالتالي حصل كل هذا الأمر؟ ده بيعيد للأذهان ما حدث في التسعينات لما جت السيول ودمرت قرى بالكامل. فإذا كان ده حصل في التسعينات فإذا به يحدث في 2014، يعني احنا من التسعينات تقريبا من سنه 94 لسنه 2014 مفيش اي تغيير تم 10 سنوات او اكثر من 10 سنوات، احنا بنتكلم في 20 سنه ما حصلش اي تغيير. 20 سنه ما حصلش اي تغيير، ما خدناش في الاعتبار ان ذلك قد يحدث، وما حبيناش ان احنا يبقى عندنا انذار مبكر، والله ده في كذا فنلحق نحذر الناس، نلحق نعمل مصدات مثلا، نقدر نعمل مسارات ومخرات للسيول علشان المياه تمشي بحيث انها ما تجيش على مساكن لا، ومفروض ان احنا يبقى عندنا استعدادات لاي امطار لاي سيول زي كل يعني كل بلاد العالم. يعني بتبني منازلها على المخرات بتاعت السيول، فده يشكل خطوره على نفسه قبل ان يشكل خطوره على الاخرين. لازم اروح اتعامل معاه بالقانون واوفر له البديل. لكن بعد 20 سنه اللي بيحصل في 94 بيحصل في 2014، ده اصبح شيء لا يمكن السكوت عليه. وبالتالي نحن مطالبين باتخاذ اجراءات حقيقيه على الارض، وليس مجرد رفع شعارات تنميه الصعيد و ما إلى ذلك من أمور. هناخد من المصري اليوم الصفحة الثالثة، الحكومة مشاكل الطاقة تستمر عامين وسنعتمد على الشمس والفحم. دي تصريحات للسيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة. يعني الحقيقة أنا أحترم أن يكون هناك مسؤول لديه من الشفافية أنه يقول أن في مشكلة. هو بيتكلم أن في مشكلة في الوقت الحالي، أن احنا عندنا فجوة في الإنتاج والاستهلاك فيما يتعلق بالغاز والمواد البترولية، وفيما يتعلق حتى بإنتاج الكهرباء، وإن احنا ما عندناش استثمارات وبالتالي ما بنقدرش نستورد كميات كبيرة، وده بيأثر على إنتاج الكهرباء. الأمر الثاني هو الاعتماد على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بتستهلك طبعا كميات كبيرة جدا من هذه المواد البترولية. وبالتالي هو بيقول إن وفقا لهذا العجز سوف نضطر إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية والفحم في إنتاج الطاقة. وذلك حتى عام 2016 تكون جت استثمارات جديدة في مجال التنقيب والاكتشافات البترولية علشان نقدر نسد العجز اللي حاصل. دي خطوة كويسة، يعني أن أعترف مبدئيا أن لدي مشكلة، دي خطوة محترمة يجب أن نحيي أي مسؤول ونشجعه على اتخاذ هذه الخطوة، لأن هذه الصراحة والمكاشفة مع المواطن هي اللي بتساهم في حل الأزمة. ولكن من ناحية تانية، إذا كنا بنتكلم على دور الحكومة في المسألة، لازم كمان نتكلم على دور المواطنين في المسألة. أكيد. لازم كمان نتكلم على دور رجال الصناعة والاستثمار في هذه المسألة. لازم يكون عندنا فكر في الحكومة إن احنا نتوجه إلى الاستثمار في المجالات اللي هي أصلاً عاملة عندي أزمة. فإذا أنا كان عندي نقص في إنتاج المواد البترولية ونقص في الطاقة، فيجب أن أشجع الاستثمارات في هذا المجال لسد العجز اللي موجود عندي، وأشجع المستثمرين وأوفر لهم بعض التسهيلات. ده الأمر رقم واحد. والمواطنين؟ الأمر رقم اثنين من المواطنين، إحنا في مشكلة حقيقية. أنا شخصيا لما بكون راجع من شغلي في أكتوبر مثلا بالليل، فبعدي من عند جامعة القاهرة، أنا بشوف الأنوار بتاعت الجامعة كلها تقريبا منورة، بما في ذلك الكافيتريات اللي جواها الساعة 11 و 12 بالليل، والنوادي برضو بتبقى قافلة والأنوار كلها منورة، والمساجد والمصالح الحكومية، كل دي امور الحقيقه يعني توفر. حتى في البيوت في ناس يعني بتنور انوار البيت كلها وهي مش قاعده في الاماكن اللي هي فيها. احنا داخلين على ازمه حقيقيه وداخلين على مشكله حقيقيه في الصيف المقبل بسبب هذا العجز. الامر الثاني، تعالي حضرتك مثلا نبص على منطقه زي منطقه رمسيس وشوفي الباعه الجائرين اللي موجودين عليها. لا كتير. وانت ماشيه على كوبري اكتوبر هتلاقي يعني على العصر كده تقريبا بيبداوا يطلعوا البياعين يعملوا وصلات من العمدان بتاعت الكهرباء اللي موجودة على الكوبري علشان ينوروا الباكيات والحاجات اللي هم بيستخدموها في البيع. ده شيء طبعا مخالف للقانون، ما فيش حد بياخد إجراء ضده. أنا هنا مش بتكلم بقى في قطع أرزاق والكلام اللي بيقال ده، ولكن أنا بتكلم في إجراءات قانونية لمواجهة أزمة. الأزمة دي هتعوضنا عن أزمة أكبر ممكن تحدث في المستقبل. طب هي ليه المدن السكنية اللي بتتعمل ليه ما بيعتمدوش من الأول في البداية في التخطيط بتاعهم على الطاقة الشمسية؟ ده سؤال مهم. واحنا عندنا كمان بقى في اتجاه للطاقه المتجدده، عندنا مثلا مزرعه
لإنتاج الطاقة من التوربينات بتاعت الرياح في الزعفرانة وفي غيرها من الأماكن. عندنا أماكن شاسعة جدا ممكن نستفيد منها من درجة السطوع بتاعت الشمس إن احنا نولد الطاقة. عندنا ما يسمى بالوقود الحيوي، يعني البرازيل وفنزويلا وغيرها من دول أمريكا اللاتينية بتلجأ إلى هذا الأمر. احنا عندنا سنويا حوالي 60,000 طن مخلفات زراعية، هذه المخلفات قد تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي. احنا عندنا البدائل موجودة، ولكن عايزين بس الهمة والقرار والإرادة السياسية لتنفيذها. أتذكر في 2007 ويمكن المشاهدين كلهم يتذكروا معايا أن حصلت أزمة كبيرة جدا، أزمة عطش كانت وصلت إلى القاهرة الكبرى، وكان في انقطاعات للمياه وغيرها من الأمور. فكان في مدينة الشروق في وقتها كانت بتحصل هذه الانقطاعات، وأنا توجهت بالسؤال إلى رئيس جهاز مدينة الشروق في وقتها في عام 2007، فسألته أنت المشكلة دي بتحصل إزاي وهتتعامل معها إزاي؟ فقال لي لا، ما هو لاحظ ان في ممارسات خاطئه من الناس في فصل الصيف، وان في ناس بتروي الزرع، وان في ناس بتعمل و الى اخره. ولكن كمان في موضوع في البحر، طبعا ده شيء كان بالنسبه لي غريب شويه. الامر الثاني المهم جدا ان نشوف السكان بقوا قد ايه. احنا من حوالي 10 سنين كان العدد حوالي 80,000 نسمه، العدد دلوقتي حوالي 250,000 نسمه. فانا كان ردي عليه رد قاطع وسريع جدا، قلت له انت بتتكلم في 250,000 نسمه وعندك عطش في مدينه جديده اللي هي الشروق، الكلام ده في 2007. وهذه المدينة عندما تم التخطيط لتنفيذها تم التخطيط لها من باب أنها مدينة مليونية، فكيف سوف يكون الحل عندما يكون لدينا 1,000,000 مواطن؟ يجب أن يعني نتابع ما يحدث في الخارج. أنا بعمل مدينة عشان تستوعب 1,000,000 مواطن، فبوفر خدمات تستوعب للـ1,000,000 مواطن اللي جايين، لكن ما تفاجئش أن أنا عندي 250,000 وحدث هذا الارتباك. وبالتالي اللوم هنا موجه إلى الجميع، مواطنين ومسؤولين ومستثمرين، يجب أن نتكاتف جميعا وبكل صراحة ومكاشفة، وإلا يعني الأزمة لن ترحم أحد. من الشروق صفحة الثالثة، ضم جميع المساجد والزوائر للأوقاف خلال شهر. الحقيقة هو قرار مهم جدا اتخذه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضم كافة الزوايا والمساجد الصغيرة حتى إلى وزارة الأوقاف لكي تكون تحت إشرافها. ده أمر مهم جدا، لأن الـ يعني هذا ما نشاهده على الأرض من أعمال للعنف وأعمال للإرهاب وقتل باسم الدين كلها خرجت من أماكن بعيدة عن سيطرة الدين الوسطي، الدين الذي تعودناه في مصر، مصر الوسطية، الذي يمثله الأزهر الشريف والذي تمثله وزارة الأوقاف أيضا. وبالتالي أصبح هناك مناخ كبير جدا لتدخل الدين في السياسة على المنابر، أصبح هناك استغلال المنابر في العملية السياسية، نرجو ألا يحدث ذلك مكررا. بنتمنى طبعا. الأمر الآخر هو أن هناك دعوات تحريضية وتكفيرية ودعوات للعنف تقوم بها بعض الأصوات من على المنابر، وبالتالي هذا القرار في رأيي هو قرار صائب 100%، ولكن نضمن تنفيذه بأكمل وجه. أستاذ محمد طلعت الهوارس، كارتير التحرير بجريدة المصري اليوم، نورتنا النهارده في نهارك سعيد، وبشكر حضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاكم. نهارك سعيد.